مسير معكم حتى لتسعة، تحية لكم الناس الكل. تو سويت نمشيو للتوب اوف ذا داي لليوم. توب اوف ذا داي اليوم 15 أكتوبر 2018، نحكيو في توب اوف ذا داي على العيد اللي وافق النهار هذا ودات هذه في تونس. نحكيو اليوم على عيد الجلاء، العيد اللي كيما اليوم عام 1963 عملناه ويفكرنا بخروج، ولا الأصح إخراج آخر جندي فرنسي من على الأراضي التونسية. معركة الجلاء بدأت من 8 فيفري 1958 بعد العدوان الفرنسي على قرية سيدي يوسف اللي تجي على الحدود التونسية الجزائرية، وكانت استهدفت برشا مؤسسات محلية وسقطت فيها برشا شهداء جزائرية وتوانسة. عام 1961 تواصل إطلاق النار على القاعدة، وفي 23 جويلية وقفوا إطلاق النار باش يخليوا فرنسا تخرج وإخلاء القاعدة البحرية. وخرجت القوات الفرنسية من بنزرت في 15 أكتوبر عام 1963 وقت اللي غادر الأدميرال الفرنسي فيفياي ميناد من المدينة، ووقت اللي خرج وفى الاستعمار الفرنسي لتونس فعليا. وهكا ولا 15 أكتوبر عيدنا في تونس عيد الجلاء. ولا عيد الجلاء.